حسيت انه لازم انزل على الحراك. انا ناشطه بالمجتمع المدني بكل قضايا اللي لها علاقه بحقوق المراه، بالقضايا اللي لها حقوق الانسان، العداله الاجتماعيه، وهي جزء من تعليمي وجزء من قناعاتي، فما فيني ما اكون بالشارع بهيك ظرف مع الناس. للاسف هيدا الشعار كان لازم يجمع الكل ومش يحسس كل شخص او كل منتمي الى زعيم بانه هو المستهدف. الهدف من شعار كلهم يعني كلهم هو هذه السلطه بكل اشكالها بشكلها الحالي هي المسؤوله عن ما وصل له اليوم من حيث الوضع الاقتصادي المنهار والوضع السياسي السيء بالبلد. وللاسف لما نقول كلهم يعني كلهم، لانه في ناس دائما بتدعي انه هي ما عم بيسمحوا لها تشتغل، وفي اطراف بتقول انا مش موافقه، وفي اطراف بتقول انا ما عم بيسمحوا لي. مشان هيك الكل شارك، اما بانه سكت، اما بانه وافق ومضي، اما بانه استسلم لهيدا الواقع. فبالتالي كل هذه السلطه السياسيه بكل اطيافها هي مسؤوله عن اللي وصلنا له من بعض الطائف لليوم، وبالتالي هي مسؤوله اليوم انها ترحل وتترك مجال لسلطه جديده ولطريقه حكم جديد ولنظره للعمل السياسي مختلفه. هالثورة اليوم هي مش ثورة بيقودها حزب حاطط برنامج ليوصل للسلطة، هيدي ثورة قادها الشعب. الشعب قال لا على فقد الثقة بهذه السلطة الحاكمة اليوم، وبالتالي لما فقد الثقة بهذه السلطة أعلن رفضه لإلها وطلب حط مطالب جامعة بكل ساحات لبنان. ما يميز هيدي الثورة اليوم بأنه كل الناس نزلت تتحدى القيادات السياسية الموجودة بمنطقتها، من النبطية، من صور، من كفر رمان، من طرابلس، من بيروت، من جديدة، من كل مناطق لبنان، قالت لا لسلطة أمر الواقع، للسلطة السياسية اللي كانت عم تسرقها، عم تنهبها، عم تفرض عليها إنها تسكت. وبالتالي اليوم اللي بيميز هيدي الثورة هي إنها انتفاضة شعب لبناني ضد كل ما هو كان قائم قبل وكل ما هو سائد. مشان هيك اليوم لما منقول ما بدنا ولا حدا منهم، بما معناه كل رموزهم. من بعد اتفاق الطائف للأسف أعادنا إنتاج نفس الميليشيات اللي كانت بالحرب وسلمناهم إدارة هالبلد، وبقيوا 30 سنة يقصموا بين بعضهم وما يحكموا ولا يحطوا مشاريع ولا فكروا أصلاً بتغيير البلد وبتطويره، فكروا كيف بدهم يقسموا خيرات هالبلد بيناتهم. ما في حدا بيستحق السلطة وحدا ما بيستحق السلطة. الحقائب الوزارية هي مهنة، الناس بتعمل اختصاص، بتحل مشاكل، بتلاقي حلول، ونحن عنا طاقات بلبنان هائلة قادرة تشتغل بالداخل وبالخارج وقادرة تغير، وفي شباب وفي طاقات وفي تخصصات. ما في شيء اسمه سلطة مطلقة لحدا، ما في حدا هو بس اللي بيحكم لأنه ورد سلطته عن بيه وجده، لا، السلطة هو عمل، هي ممارسة يومية للعمل السياسي والعمل الاجتماعي، هو مشروع وخطط وتنفيذ لمصلحة الشعب. فبالتالي كل شخص قادر ينفذ مشروع، يحط رؤية لهيدا الوطن ليحسنه، هو في يكون بهالسلطة. أنا فيني يكون بهالسلطة، غيري في يكون بهالسلطة، أي شاب اليوم وصبية بالشارع عم بيصرخوا بصوت عالي بدنا ثورة، هني في يكونوا بهالسلطة.